لك فيزا متعدده لمده 6 أشهر في عام 2008 وسافرت الى لندن في عمل تلفزيوني ورجعت. هناك من فاتحني في البقاء، قلت لهم كيف اترك الشام؟ كيف اترك بغداد؟ كيف اترك اهلي بالشام؟ ما اقدر. خليني ارجع وافكر. رجعت الى الشام، فكرت مع زوجتي. زوجتي قالت لي انت الحر، انت صاحب القرار ولا تورطني. فكرت قلت طيب خليني اروح لبغداد. رحت لبغداد وقعدت شهر كامل الملم اوراقي واكمل كل اشيائي حتى ارجع الى الشام بوداع الاخير مع بغداد واركب الطائره واروح الى لندن. كان معي 2 من اصدقائي، هم اولهم كان جبار المشهداني صاحب الديوان وصديق لي منذ طفولتي، كان اسيرا لمدة 14 عاما في إيران وهو قاص ولوائي في نفس الوقت، وكانوا معي في هذا الشهر في بغداد. وآخر ليلة في بغداد نودع بعضنا وسهرانين وأنا متألمين في نفس الوقت، وإذا بجبار المشهداني يكتب شيئا ما في الغرفة المجاورة يقدم لي يعني يفضل اقرأ. شفتها انا ما عندي مزاج بعدين اقراها، بعدين خليتها بالجنطه الدبلوماسيه. صعدت الطائره صباحا متوجه الى دمشق. فلما قرات القصيده اختنقت بالعبرة بالبكاء. مره مرتين ما قدرت، الناس شافوني. فقلت استغفر الله وبتوب. رجعت الى دمشق واني متصدع في داخلي. يعني صار لي خلع، يعني شك الان الموضوع تغير. فقرات القصيده لزوجتي تاثرت بنفس التاثير. طيب شو راح اسوي؟ قمت انام واذا بكوابيس في الليل تجيني. يعني ما عاد السفر الان سفر وانما اعدام بالنسبه لي. فاخيرا قررت ان استرجع فلوسي وامزق التذكره لابقى في الشام. وانا الذي وانا واقف هنا لا لم اقدم على اللجوء ولا يؤن ولا 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 وانا في الشام الى يوم ياخذ الله امري. فخابرت جبار المشهداني، قلت له جبار المشهداني انا طالع لندن، انت سويت بي شنو هذا اللي شكله؟ كتبت لي قصيده غيرت بيها كل اتجاهاتي. فضحك وكانه لم يدرك ماذا كتبت. فلما رجعت الى بغداد بعد اشهر قال لي ترى القصيده، قلت له لا مو هسه خلنا نقعد. قعدنا بالليل ساعه ساعتين، قلت له خلنا اقرا الان اقرا. قرات له القصيده واذا بشخص يبكي بكاء الثكالى، اشير راسي عباره جبار المشهداني قاعد يمشي. قال لي هذا انا كاتب لك اياه؟ قلت له نعم. قال لي هذا لو انا كاتب على نفسي شلون بشد على نفسي. القصيده اسمها ليله الوحشه. كنا 3، اولنا امضى نصف عمره بالانتظار، تعرفه اللجنه الدوليه والصليب الاحمر والزنازين الانفرادية. الأسرى يحفظون اسمه كنشيد وطني، السجانون يكرهونه مثل حجارة سجيل ساقطة فوق رؤوسهم. ثانينا حقيقيا كان كالحياة، مسافرا كالأمان، تعرفه خطوط الطيران والمضيفات، الحقائب والمطارات والطرق تعرفه، المطاعم والحمامات الشعبية تعشقه. ذات ليلة قرر أن يترك أمه بغداد، بغداد التي طينت نفسها تلك الليلة. حاول أن يهرب من جحيم الدنيا إلى جحيمها،
جحيل. أبا جحيل تذكر، تذكر كل صور المعجبين، شهطاتهم، أيديهم تلوح لك بالسلام، شرطي المرور يتغاضى عن تجاوزاتك البريئة، أختك تتلو لك الدعوات في صلواتها، أصدقائك حين تتركهم، أمك بغداد، أباك العراق، فإلى أين؟ إلى أين تمضي بما تبقى من عمرك يا جواد؟ إلى بلاد الصقيع أم إلى بلاد الجراد؟ فمن قال إن لندن أجمل من بغداد؟ ومن قال إن الهايت بارك أرقى من البياع؟ أبوك العراق بكى بحرقة لفراقك، إخوتك الذين تآمروا لقتلك متهمين ذئب الاحتلال بدمك. تذكر أبا علي أن لديك عليا وحيدرا والحسين، ولديك العراق، كل العراق، فقد دوري يحبك أكثر من الملكة إليزابيث، وأمي تحبك كأبنائها، حتى زوجاتنا لا يضجرن من وجودنا معك. تذكر أبا جحيل أنك رضعت دجلة ذات يوم وفطمت من الفرات، وأن الكوفة خالتك، وكربلاء ساحتك، والنجف مثواك الأخير. تذكر جواد خير العراق وحب العراق، فأنت العراق وأنت العراق ونحن العراق وعاش العراق. وثالثنا كنت أنا، كنت أنا العراق. وشكرا جزيلا.